لنا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة القصيبة بإقليم بني ملال. تحية طيبة عاطرة لكل السادة والسيدات المشاهدين الكرام في المكتب كتابعونا بطبيعة الحال داخل ولا خارج أرض الوطن. السيد اللي كتشوفوا أمامكم كان خدام في بلدية القصيبة كعامل نظافة لمدة 10 سنوات، يعني منذ سنة 2010 هو خدام في البلدية إلى حدود سنة 2020. وقعت لي حادثة أثناء مزاولة المهام ديالو، من طبيعة الحال وقعت لي حادثة، نقل على إثرها للمستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال تلقى العلاجات الأولية. فإذا بك القراص مهرس من الرجل ديالو، ولكن من بغى يرجع للعمل ديالو من داز المدة ديال العجز بيرجع للعمل، فإذا بك القراص خارج الأسوار ديال الخدمة ديالو. غادي نخليكم تسمعوا التفاصيل والخيوط ديال الشيء كامل بعظمة اللسان ديالو. خويا تفضل. السلام عليكم. بسم الله. تنشكر قناة تي في على الاستجواب اللي جاوبتنا وجات لعندنا. عبد الواحد فرتاحي كل اللي يعرفوه عامل النظافة ل10 سنوات في الجامعة الترابية لمدينة القصيبة إقليم بني ملال. عيطت على القناة شوف تي في باش نطرح هاد المشكل اللي وقع ليا مع رئيس الجامعة الترابية شخصيا. هو انني نجي للحديدة ديالي، كنزود العمل ديالي كالايام العادية. هو انني تنخدم عامل نظافة. امتى بديتي الخدمة؟ العمل ديالي بديته هو من 2010. هي البطاقة كتبت بلي أنني خدمت من 2010، وخدمنا مع المجالس، خدمنا مع ثلاثة المجالس، خدمنا مع الرئيس الأول راه معروف، الرئيس الثاني كذلك، الرئيس الثالث. كون كانت شي حاجة كون قالوها لي الرؤساء الأولين كون عطونا وثيقة ديال الفسخ ولا ديال الطرد، وإحنا خدامين كون كنا درنا شي حاجة كون جراو علينا من النهار الأول. انت 2020 شنو وقع لك؟ من بعد دوزتي 10 سنين وعاقبتي يعني ثلاثه ديال المجالس، شنو وقع لك سنه 2020؟ 2020 ما بيا ما عليا توقعت لي حادثه سير، وهي التصويره ديالي حادثه شغل. كنزود المهام ديالي كالايام العاديه، كنلصق في الكاميو، تندخل تحت الكاميو تيدوزو عليا جوج العجلات ديال الشاحنه، ولا تهرس واحد الرجل ديالي فاش كنتي كترافق الشاحنه اللي كتجمع النفايات من الشوارع والازقه. نعم. شنو عاودنا التفاصيل كيفاش توقعت لك؟ واخا. خدام في الكاميو ديال الزبل كالايام العاديه يوميا 10 سنوات وحنا خدامين، ولكن النهار توقع الحادثه، حادثه شغل، تنشد في السلوم تنزلق تيدخلوا تندخل تحت الكاميو تيدوزوا عليا جوج ديال العجلات. جات الوقاية المدنية الإسعاف للسبيطار، داوني ديريكت لبني ملال. بني ملال تنتفاجأ أنني لقاوني مهرس من الرجل ديالي اليمنى. اثنين ثلاث الأربع كنزل للبلوك تيديروا لي الحديد، شريت الدواء. العائلة ديالي الحمد لله وقفت معايا، والخوت ديالي كنشكرهم من هذا المنبر هذا. الجمعة السبت كنخرج كنجي لداري، الغدي ديال الحد العيد الصغير بحال هاد العيد هذا، بحال هضر مضر فاش وقعت لي الحادثه. وتيجي عند رئيس الجامعه الترابيه تيقول لي عبد الواحد وقعت لك حادثه شغل، مرحبا، حنا راه ما نقدروا نعاونوك بتا درهم، وما نقدروا نخلصوا عليك لا دواء لا سبيطار لا لومبيلونس، كلشي كتكلف به انت. حاجه واحده اللي غادي نقول لك هي انك يساليو لك ثلاثه الشواهد ديالك الطبيه ديال 85 يوم ديال العجز نردوك تخدم، مرحبا. اش قلت؟ مرحبا. رئيس الجامعة الترابية جا لعندي ما عطاني حتى درهم، الناس اللي زي كازونير جايبين كل واحد جايب الله يحسن العوان والله يكثر خيرهم من هذا المنبر هذا، وهو ما جاي عندي ما دخل الفدادن ولا تيقول لي يسالوا لك شهادة طبية رجع تخدم. تنتمحن من راسي انا وعائلتي حتى وليت الحمد لله لاباس، تنمشي لعندو كندي الوثائق ديالي سعادة رئيس المجلس البلدي، بغيت نرجع نخدم. تيقول لي لا ما بقاش عندي الخدمه ديالك اعطيني باتساع. كيف الكونترا ديالي؟ لا ما بقاش عندي خدمتك اعطيني باتساع. وكاينين الشهود منهم الاعوان السلطه، منهم كانوا تيشوفوا ديك الحاله هذيك كيفاش كان تيجري عليا بحال انا كنت نسعى قدام بابه.
قال لي ما بقاش عندي الخدمة ديالك. قلت لي سعادة رئيس الجامعة الترابية، مرحبا وألف مرحبا. مشيت ناشد جميع المسؤولين، نزلنا للرباط، مشينا لبني ملال، ما خلينا، ولكن ما كاين حتى شي واحد اللي يحل لي الباب ديالو باش انه غير يتصنت ليا، تنصب الوثائق ديالي غير نجي غير حتى واحد، لا ما كاينش الوقت، لا كورونا. ونزيد كنا كنخدموا 22 يوم في الكونترا ديالي، انا كنسنيها 22 يوم تنسني في الكونترا ديالي، 8 ايام حنا كنزيدوها من عندنا حيت البلاد ديالنا هادي القصيبه هو المسقط الراس ديالي، بلادي خصها تكون احسن بلدان، ما كرهتش انا تكون بحال كاليفورنيا. هذاك الشيء باش نخدموا حتى حنا هذيك 8 ايام هذيك، ماشي مشكل، وما كنتخلصوش فيها وما كنتعوضوش فيها. باش خدموا عندكم 22 يوم، 22 يوم اللي كنسني انا في الكونترا ديالي، عندي التزام تنسني فيه 22 يوم، 8 ايام ديالي السبت والحد كنمشي نغسل حوايجي، تنمشي نعوم، تنمشي نصبن، تنمشي ندور، تنمشي ندي فوله، حتى الا كنت مزير تنمشي نبريكولي، تنخدم شي خدمه اخرى وتنخدموا حنا ديك 8 ايام معاه. علاش قلنا رئيس الجامعه الترابيه ديالنا ماشي مشكل، وفي جائحه كورونا لقيت اللي انه سيدنا الله ينصرو راه نطق قال بالله فين اللي كاين في شي بوست ما خصوش يخرج منها، وهو تيجري علينا، وهو ماشي غير انا هو الحاله اللي كاينه في هذه القصيبه هذه، راه كاينين حالات اخرين. وتنشد تناشد الوالي جهه بني ملال انه يهضر لي مع رئيس الجامعه الترابيه يقول لي اش هذوك الحالات اللي عندك تما، واش طلب باش ترجع للخدمه ديالك؟ ما بقيت دابا تنطلب حتى شي حاجه، هذاك الشيء هذاك درتو ديالي غير فاش وليت الحمد لله وليت صحيح، خصو يردني نخدم حيت هذيك 10 سنوات انا اللي ظهري تهرسات، ونخرج بالصباح ونخرج بالليل ونخرج بالنهار، فين غادي نمشي؟ باقي غادي نمشي شي قنت اخرى؟ انما في باقي في علاش لحقيتش؟ كاينين لي بوست ديال الخدمه ديالي كاينين هنا في القصيبه، كاين لا سيكوريتي، كاين لي حبينا نعرفوا يعني المشاهدين ديال القناه شوفوا فين تقربنا من المعاناه ديالكم مع الخدمه. اه المعاناه ديالنا كتفيقوا في الصباح ولا كتخرجوا في الليل؟ عطينا الروتين ديالكم. اه الروتين ديالنا ما نبغيش انا العدويا، علاش؟ حيت كتفيق مع 6 ونص ديال الصباح كتخدم تنسالي خدمتي هذيك 4 السوايع ولا 8 السوايع ولا الجور ولا العطش ديالي ساليتو، ولكن تيكون بعض الخطرات شي حاجه ارجونس تيهزو التليفونات تيبقى يعيطوا علينا اجيو ترجعوا تخدموا، نقول ليه ما نرجعش نخدم، غادي نرجع نخدم. عاودين على كيفاش تجمعوا واخا المهنه ديالكم راه شريفه وعلى راسنا عينا وكنحترموها بزاف، لان كيغيب عامل نظافه نهار على شي مدينه كتولي كتعجب الازبال والروائح الكريهه، كيغيب مسؤول في شي اداره نعم حتى شي حاجه. عاودين قررنا على الدور ديالكم والمعاناه ديالكم في هذا القطاع. الدور ديالنا والمهمه ديالنا في هذا القطاع هذا هو اننا تيكون فيها الريحه العليا، تتكون الريحه وتتكون في الريسك، حيت حنا ما مصورين، ما عندنا تغطيه صحيه، ما عندنا كونجي، ما عندنا بدله. الحاجه الوحيده اللي تعرفوا المسؤولين علينا حنايا هو انه هذاك تخدم عامل النظافه، اذا راه ما لقى ما ياكل ما والو، تيولي تيضغط عليك و بهضرات تيجرحوا القلب. ولكن فاش نساليو العامل، فاش نساليو العمل ديالنا ديال الروائح الكريهه والجاج والحديد والسطوله، ها ضربني السطل درت ثلاثه الغرازي وما ديكلاريتش وما درت والو. علاش؟ حيت كنت نخاف من هذه النقطه هذه، تنقول لا اللهم نرضاه في قلبي، ضربني السطل ديال الحديد ضربني درت ثلاثه الغرازي، ما درت لا ادم لا شيء طرا جميل، ما درت لا عمليه، ما ديريكت مشيت خيط خرجت. علاش؟ على هاد النقطة هادي تنخافو اللي يجريو علينا، حيت هما تيهددونا بهاد النقطة هادي، ولكن الحمد لله هاد المرة هادي جراو علينا وغادي نرجع نخدم. علاش؟ لحقاش أنا هاد 10 سنين هادي فين غادي تمشي ليا؟ فابور. ها شريفة واصلة خويا كمل. و هاد المنبر هذا في المغرب كامل، وكنشكركم على المجهودات ديالكم، والمجهودات ديالكم راه ما تعرفهاش المسؤول، راه الله سبحانه وتعالى اللي غادي يجازيكم، حيت كتخدموا بالليل وبالنهار والجاج وفي الريسك والكاميو. كاينه لاسورانس ماشي ما كايناش لاسورانس، ها هي لاسورانس، ها هي لاسورانس، كاينه لاسورانس. ايوا
المجلس ما كاين لا تكريم، كاين الناس شادين تقاعد لا تكريم لا تعويضات. احنا حاليا بغينا نقزل واحد النقطة، اشنو هي؟ هي اننا نتخلصوا على اولادنا وعلى عيالاتنا. تنتفاجئوا باقي احنا غير مع رؤوسنا واحلين، عيالاتنا الا وقفت انا راه بنتي وولدي ومرتي راه غادي يموتوا بالجوع، خصني نمشي لجهة اخرى ثاني فين ندبر على الطرف ديال الخبز. لا راه خصك السيد خدام معاك صوب ليه الوثائق، واخا يكون اوكازونير يفوت معاك واحد القدر ديال السنوات راه ديالك. المطلب ديالكم دابا؟ المطلب ديالي هو انني هو المطلب ديالي هو انا ما عندي لاسورانس ديالي الحمد لله، راه غادي نستافد منها، هو انني خصني نرجع نخدم، هو خصني نرجع نخدم. هاد 10 سنوات ما خصهاش تمشي هباء منثورا، خصني نرجع لخدمتي وعما قريب باذن الله. وكنطالب جلاله الملك الله يجازيك بخير، ما شوف مع هاد المسؤولين هادو الله يرحم الوالدين راه تيديروا كل واحد تيدير داكشي اللي بغى. انا مغربي الجي فين غادي نمشي؟ انا مغربي راه الحق ديالي راه كاين في بلادي، ماشي غادي يجري عليا. علاش غادي يجري عليا؟ وانا ياك خدمت اكثر منه، هو راه خدم غير 5 سنوات رئيس الجامعه الترابيه، انا راه خدمت 10 سنوات، عرفت الصغيره والكبيره على هاد المجالس هادو اللي فاتوا وعلى الخدمه، وعارفين الدومين ديالنا على احسن وجه، نخدموا بالليل وبالنهار والتليفونات ديالنا كاع ما تيطفاو، تيبقى كونتيني، غير تيجيك ابيل من عند مسؤول، الو سعاده المسؤول مرحبا، تنمشي كنكون في القهوه مكونسومي ولا مريح مع العائله، بدل حوايجك سير جري، خصك تمشي تخدم خدمه اخرى. علاش؟ بغينا نقيو بلادنا وبغينا نقيو المغرب كامل. و تنشكر شوف تي في على هاد الاستجابة اللي جات لعندنا وتصنطت لينا، وعواشر مبروكة وشكرا والسلام عليكم.